مين بقى بيبزنس؟ ناس بقى تخش في القصة دي وهتعرف سر بقاء قناة صدى البلد. ليه بتسبح صبح وليل بحمد السيسي؟ للآتي، للسبب ده. 825 مليون جنيه أبو العينين الأكثر ربحا من بيزنس الجيش المصري. يتصدر رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين قائمة المستفيدين من الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة التابعة للجيش المصري، ويحظى أبو العينين مالك قناة فضائية صدى البلد بصلات وثيقة مع قيادات المؤسسة العسكرية التي أوكلت له حصة ثمينة من مشروعاتها واستثماراتها في البنية التحتية. ووفق مصادر تحدثت للخليج الجديد، فإن حجم العقود التي تم منحها لأبو العينين من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبلغ نحو 820 مليون جنيه. وقالت المصادر المقربة من البرلمان السابق أن شركة كيلوباترا جروب المملوكة لأبو العينين تستأثر بأغلبية عقود توريد السيراميك لمشروعات الإسكان اللي بينفذها الجيش المصري. وتسيطر كيلوباترا جروب على عقود المناقصات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، والتي تتم ترسيتها بالأمر المباشر. وغالبا ما تسخر فضائية صدى البلد برامجها لعرض إنجازات السيسي والهجوم بشكل مستمر على جماعة الإخوان المسلمين، خاصة في برنامجها الرئيسي اللي بيقدمه الجعير أحمد موسى المقرب من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد. ويسيطر أبو العينين على عدد من المناصب، أبرزها رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية. وكان أبو العينين عضو بلجنة سياسات الحزب الوطني المحل إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو أحد أبرز المتهمين في موقعة الجمل إبان ثورة يناير 2011، والتي أسفرت عن سقوط 11 شهيد في موقعة الجمل بس يعني من المتظاهرين. الحقيقة مين بقى بيدين القصة دي؟ مفيش رجالة، في خصيان في مصر بس، مفيش. وعلى فكرة الخصيان دول فيهم رجالة والله، يعني اوعى تفتكر ان الخصي بالمعنى الجراحي الفيزيكال يعني معناه ان الرجولة راحت، لا ده الاسوأ، لان كافور الاخشيدي كان خصي عبد وحكم مصر. ايوه كافور الاخشيدي ده كان عبد خصي يعني مخصي وحكم مصر، وطلع عينين المتنبي، مرمط المتنبي لحد ما المتنبي افرض له قصايد في شتمته، لا تشتري العبد الا والعصا معه. ده كان على كافور، بس كان راجل يعني كان بيقود جيش. انما الخصي بمعناه الرمزي المعنوي ان الراجل يبقى ذكر، ذكر ذكر، ما هو فرج ده اللي في الكرنك، حد فاكر فرج؟ ايوه فرج، حد ينسى فرج؟ ما هو فرج ده راجل اهو، لكنه الخصي داخله خسيس يعني مشوه مسخ. فالحقيقة الخصيان اللي حوالين السيسي ما يعترضوش عليه، ما تشوفش بقى واحد تلاقيه راجل كده ولابس وتقول يا ده، لا ما فيش حاجة، ده مخصي، لأنه ما يقدرش يقول لا، ما يقدرش يرفع راسه.